أهلا بكم. أكدت مصادر سياسية عقد جلسات حوارية في العاصمة التونسية بين المكونات الفاعلة في المشهد اليمني. المصادر قالت إن الجلسات تعقد بتنظيم من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات وبتنسيق من المبعوث الأممي مارتن جريفيث، وتهدف إلى مناقشة النظام الدستوري المستقبلي للحكم في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: مشاركة الأحزاب السياسية، هل هي مجرد مناقشات عادية أم مفاوضات سياسية؟ وما هي النتائج المتوقعة من حوار ممثلي الأحزاب المناصرة للشرعية مع الحوثي والحراك؟ عقدت المكونات المناصرة للشرعية والمعارضة لها جلسات حوار في تونس برعاية أممية، حيث اجتمع ممثلو أحزاب المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والاشتراك والناصر والبناء والرشاد مع ممثلين لميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت. رغم توضيح المصادر بأن مشاركة ممثلي الأحزاب غير رسمية، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الجلسات مقدمة لإقناع المكونات المتصارعة بالانخراط في المفاوضات السياسية المقبلة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. نقاش أم تفاوض؟ تساؤل لم يتضح بعد عن طبيعة الجلسات الحوارية التي تعقد في تونس بين مكونات مناصرة للشرعية وأخرى معارضة لها. تقول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات التي تنظم هذه الجلسات بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث إن هذه الجلسات تتخذ طابعا حواريا نقاشيا لا تفاوضيا، ولا يمثل المشاركون أحزابهم بصورة رسمية بالضرورة. يأتي هذا في الوقت الذي يقوم المبعوث الأممي مارتن جريفيث بجولة إقليمية جديدة لدفع الأطراف اليمنية إلى المفاوضات التي لطالما انتظرها اليمنيون لإنهاء الحرب والمعاناة. أطراف كثيرة تشارك في جلسات حوار تونس، بما في ذلك ممثلون عن ميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ومؤتمر حضرموت الجامع. والهدف المعلن هو دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن ضمن مشروع أوسع سيستمر خلال الفترة المقبلة. لكن ماذا عن خطة إطار التفاوض الأساسية التي يحملها مارتن جريفيث، والتي قال في جلسة مجلس الأمن الأخيرة إنه يعمل عليها لتقديمها إلى المجلس خلال مدة أقصاها شهران؟ هل تعد هذه الجلسات بمثابة طريق التفافية على ما سبق أن رفضته الحكومة الشرعية، والتي طالبت بأن تكون المفاوضات على أساس شرعية وانقلابيين وضمن المرجعيات الأساسية المحلية والإقليمية والدولية؟ وفق مراقبين، فإن توزيع إطار التفاوض أو النقاش بين أطراف عدة هي في الأساس جزء من المشكلة اليمنية، بشهادة فريق لجنة العقوبات الأممية، وهو تعقيد جديد لعملية السلام وإضافة أعباء جديدة للمفاوضات ولوصفات الحل التي تبتعد كثيرا عن جوهر قرار مجلس الأمن رقم 2216، فيما لا تفضي إلى أي شيء جديد يجعل الحل قريبا. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الأردن المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله أستاذ عبد الناصر. إذن كيف يمكن قراءة اجتماع مكونات فاعلة على المشهد السياسي في اليمن اجتماعها في تونس؟ هل هي برأيك إطار في إطار خطة أممية لإشراك كل القوى، أم أنها تندرج في إطار سماع المبعوث الأممي لجميع الأطراف؟ في البداية علينا نؤكد على أن هذه المفاوضات أو اللقاءات ليست الأولى، قد حدث قبل عدة أشهر من نفس المنظمة وفي نفس المكان في تونس أن عقدت اجتماعات مماثلة لهذه الاجتماعات. هذه الاجتماعات تأتي برعاية المنظمة السويدية المعروفة بالبعيدية، ولا يبدو أنها ستكون بديلة عن أي مفاوضات يعقدها المبعوث الأممي، لأن المبعوث الأممي في حال عقدت المفاوضات ستعقد وفق آليات مختلفة. ربما هذه يؤمل المبعوث الأممي وأيضا الوسطاء الدوليين أو المهتمين بشؤون اليمن بأن تكون مثل هذه اللقاءات، أن تفتح الطريق لتفاهمات، أن يكون هناك حوار بين جميع الأطراف كما يعتقد التي هم الشارع اليمني، ومن ثم يتم اللقاء.
بعد أن تكون قد تم التمهيد لها في مثل هكذا لقاءات، لكن الشيء الأكيد أنها لا تتم وكأنها خطة موضوعة من قبل المبعوث الأممي، لأنها كما ذكرت قد عقدت مفاوضات سابقة. وفي كل الأحوال علينا أن نرى الوضع على الأرض في اليمن لنرى إن كان مثل هذه المفاوضات ستؤدي إلى نتيجة. الأمر الأكيد أن من المستحيل على الأقل في الوقت الحالي أن يكون هناك إطار للتفاوض وأن يكون. لماذا هو مستحيل برأيك أستاذ عبد الناصر؟ يعني المتفاوضين أو الأطراف التي الآن يعتقد بأنها تمثل أطراف الصراع في اليمن لها أجندات متناقضة ومختلفة، ولم يعد الخلاف كما كان في 2011. 2011 كان هناك وجود لدولة أو حكومة مركزية اسمها حكومة الجمهورية اليمنية، كانت الدولة لا زالت تحكم من عاصمة الدولة، وكان هناك خلاف على آلية الحكم ومن يحكم. في الوقت الحالي هناك أطراف كثيرة قد أصبحت مسيطرة على مناطق نفوذها وبأجندات مختلفة. الحراك الانفصالي أو المجلس الانتقالي هدفه تفكيك الانفصال والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 1990. الحوثيين يريدوا أن يبقوا سيطرتهم على المنطقة التي يسيطرون عليها. الآخرون أصبح لديهم مراكز نفوذ في مناطقهم يريدون الحفاظ عليها تحت مسميات الشرعية أو غير الشرعية. العالم الخارجي أصبح متدخل بشكل كثيف، ليس الوضع على ما كان عليه في 2011. أصبحت الآن شؤون اليمن بيد السعودية وإيران والإمارات على الأقل، هذه الثلاث الدول الرئيسية. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني ما الذي يشير إليه تواجد ممثلين عن المجلس الانتقالي وكذلك مؤتمر حضرموت الجامع أيضا، بالإضافة بطبيعة الحال لوجود ممثلين عن الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام؟ يعني هذه وفق الفلسفة بأن أي حوار يجب أن يجمع جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، أو يعني زي مؤتمر حضرموت الجامع ليس له حضور كما هو حضور المجلس الانتقالي، ولكن هذا يشير إلى تعقيد المشكلة وليس إلى تبسيط المشكلة. عندما تأتي بهذه الأطراف التي لديها أجندات متعارضة فإنك تفترض منذ البداية باستحالة الحل، لأنه لا يمكن لهؤلاء أن يتفقوا، ليس هناك من طرف ما يمتلك السلطة ومن ثم يدخل في صراع مع الآخرين أو في تفاوض مع الآخرين بكيفية تقاسم السلطة بعد أن يكون قد اتفق على أسس جديدة أو على قواعد جديدة للعبة. الوضع في اليمن أصبح الآن لا وجود لسلطة مركزية، لا وجود لحكومة الحكومة مركزية تسيطر على الأرض، وتحديدا الحكومة الشرعية ليست هي الطرف الفاعل، وليس رغم أنها تدعي أو أنها تريد أن يكون الحوار أو التفاوض بينها وبين الحوثيين فقط، وهذا ما تحاول أن تسعى له الحكومة، حكومة هادي والسلطة سلطة هادي، رغم أنها عمليا لم تعد تسيطر على منطقة في اليمن، وبالتالي لم يعد ما تملك حتى تتفاوض مع الآخرين باستثناء فقط ختم الشرعية والاعتراف الخارجي بها. المنهجية هذه قد تبدو من الخارج وبأنها المنهجية الأسلم من أن يكون هناك مفاوضات بين حكومة ضعيفة وشرعية ضعيفة والمتمردين الحوثيين، لكنها كما ذكرت لك ليست لا يبدو بأنها ستخرج بأي نتيجة
حتى وإن كانت الآن ليست مفاوضات بالمعنى الحقيقي وإنما مشاورات، السماح لكل هذه الأطراف بأن يسمح لقولها. قد تبدو الصورة عندما يحضر مبعوث سفير أجنبي أو المبعوث أو ممثل عن المبعوث، عندما يرى المجتمعين يلتقون يتبادلون الابتسامات والضحكات فيشعر أن الأمر أصبح سهل وأن اليمنيين قادرين على، ونحن كيمنيين عندما نلتقي خاصة في جلساتنا الخاصة مهما كان بيننا من خلافات تذوب على الأقل في هذه الجلسات، لكن الواقع على الأرض لا يبشر بأن أي طرف مستعد بأن يتنازل عن أجندته عن مشروعه، وتحديدا الحوثيين والانفصاليين وغيرهم. هؤلاء يستحيل عليهم أن يتنازلوا، خاصة أن جزء منهم مربوط بأجندات خارجية تفرض عليهم بأن لا يتنازلوا أو لا يتراجعوا خطوات للخلف. أشكرك أستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن. أرحب مشاهدينا الكرام الآن بمن ينضم إلينا، أستاذ فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد من القاهرة. أهلا بك أستاذ فتحي. أهلا بك وبمشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. أستاذ فتحي، برأيك حضور المجلس الانتقالي لمثل هكذا جلسات حوارية، هل يأتي بدافع الجنوح نحو الحوار أم أنه ضمن يعني استمرار لتعقد مشهد الأزمة اليمنية بشكل عام؟ لا، بالحقيقة أنا من وجهة نظري أن مشاركة المجلس الانتقالي في مثل هكذا عملية أو جلسات حوارية سياسية تقيمها منظمات دولية عمل إيجابي. اليمن ككل لن تخرج إلى تسوية سياسية ولن تخرج إلى حل ما لم تستمع الدول الراعية للسلام أو المنظمات الهيئات الدولية إلى كل الأصوات السياسية الموجودة في اليمن. المجلس الانتقالي هو واحد من الأصوات البارزة والفاعلة جنوبا، وهناك أيضا الحراك الجنوبي، وهناك أصوات كثيرة في الجنوب هي فاعلة ولها صوت يتحدث في المجمل عن قضية الجنوب ومطالب الجنوب. والحل اليمني كما هو معروف أنه لن يصل اليمنيون بشكل عام لحل إلا متى ما استمع لكل الأطراف. ما يحدث في تونس من حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة هو ربما لا أقول تمهيدا للحل، لكن العالم يحاول أن يسمع من كل الأطراف السياسية اليمنية الموجودة ضمن خارطة الحل في اليمن، وبالتالي فإن السماع للمجلس الانتقالي والسماع أيضا لمؤتمر حضرموت الجامع والسماع لكل الأطراف جنوبا أمر بالغ الأهمية إذا ما أرادت فعلا الأطراف الدولية التوصل إلى حل سياسي يرضي كل الأطراف. نحن بحاجة إلى حل سياسي يمني يخرج اليمن من أزمتها، وهذا الحل لن يحدث أو لن يتم إلا متى ما استمع لكل الأطراف. وهذه هذه اللحظة وهذا الحوار الدائر في تونس هو مرحلة من ضمن مراحل كثيرة. طيب برأيك أستاذ فتحي، هل سيكسر هذا الحوار الجليد ما بين مسألة على أن دوما ما كان المبعوث الأممي يؤكد على أن مرجعيات أي حوار ستكون مرجعيات السلام المتعارف عليها، المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك القرارات الدولية، ودوما ما يؤكد على وحدة واستقرار اليمن. لكن عندما نتحدث عن نقاش مع المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي يتبنى خط الانفصال، هل هذا الإطار يمكن أن يحدث فعلا أو يمكن أن يحدث نتيجة بصح إن صح التعبير، وهناك نوع من الاختلاف في الأجندة أو في الإطار على الأقل؟ أوكي. الحقيقة أن المبعوث الأممي وفي إفادته الأخيرة لمجلس الأمن قال أن كل الأطراف ملزمة بأن تذهب إلى تسوية سياسية أو إلى حوار سياسي غير مشروط، بما يعني أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 226/16 وكل القرارات الأخرى المرجعات التي تضعها الشرعية كشرط أساسي لن تكون حاضرة. هذه حقيقة. لكي نصل إلى حل سياسي في اليمن يجب ألا يكون هناك أي اشتراطات سياسية. لا يمكن للأطراف أن تذهب صوب تسوية سياسية وواحد من الأطراف أو طرف الأطراف يقول أن الحوار سيكون على قاعدة كذا وكذا. يعني أنت تقترح أن يكون أي حوار سياسي مطروح
بدون هذه المرجعيات، المرجعيات الأممية أو المبادرة الخليجية أو مخرجات بالضبط. يجب أن يكون أي حوار سياسي مفتوح المجال على كل الأفضل، يعني يناقش دون ما اشتراطات مسبقة، لأنه أي حوار سياسي إذا موضعت له الاشتراطات المسبقة لن ينتج أي أثر. هناك مطالب عادلة وسياسية وحقيقية ووطنية في الجنوب، ويجب أن تسمع لها وأن تناقش. أما أن يتم دعوة الجنوبيين إلى حوار سياسي ثم يقال لهم أن هذا الحوار السياسي لن يخرج عن إطار المبادرة الخليجية ومؤتمر حوار، فللأسف الشديد هذا هو العبث بعينه. لكن الجنوبيون لهم قضية وطنية، وهذه القضية الوطنية يجب أن تناقش بشكل شفاف وصريح ومفتوح على كل الاحتمالات. ومن ثم الأطراف هذه في لحظة النقاش السياسي ستصل إلى حل سياسي بخصوص هذه القضية، لكن أن يتم الاشتراط أنا أعتقد أنه لن يتم التوصل إلى حل. وإشراك المجلس الانتقالي في الحوار السياسي الدائر في تونس هو تأكيد أن المجتمع الدولي أساساً يود أن يسمع للجنوبيين، يود أن يسمع للحوثيين، يود أن يسمع لمؤتمر حضرموت الجامعي، يود أن يسمع للجميع. وحال نعم. السماع ومناقشة كل القضايا السياسية أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل، لكن إذا تم تعليق الحوار أو وضع الاشتراطات السياسية مقدمة لأي حوار، فلا أعتقد أن الحوار أساساً سيكون حل لأي قضية من القضايا اليمنية. نحن في اليمن محتاجون وبشدة إلى حوار سياسي يكون مفتوح على كل الاحتمالات. أولاً أنت تكسب الطرف الذي ستحاوره، ثانياً فتصل أنت وهذا الطرف إلى حل سياسي، لكن أن تضع الاشتراطات المسبقة لهذا الحوار السياسي طيب. أنت لن تصل إلى وضحت. حل، إنما ستقدم ممثلين أو مهرجين لا أكثر. وضحت النقطة هذه. أستاذ فتحي أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، ورحب بمن ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن دكتور، لقاء يجمع أطراف من المكونات المناصرة الشرعية وأيضا من المعارضين لها، وأيضا هناك من انقلب على هذه الشرعية، ما هو الممكن أو ما هو المتوقع من مخرجات لمثل هكذا نقاشات؟ أنا أعتقد أن المقاربة التي ينتهجها مستر جريفيث تختلف عن مقاربة ولد الشيخ إلى حد ما في بعض التفاصيل، وإن كانت إجمالا لا تخرج عن الإطار الذي تسير فيه مقاربات أو كانت تسير فيه مقاربة ولد الشيخ، بمعنى أن جريفيث لا يجد حرجا من الالتقاء بجميع الأطراف، وأنه لا يعد أن الأطراف الصراع في اليمن هما طرفان شرعية وانقلاب، وإنما بعد أن حدث ما حدث للمعسكرين من تفتت داخلي داخل كل معسكر، الحوثيون وجبهة الانقلاب خرج منها إلى حد ما جماعة المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح، وإن كانوا لا يزالون موجودين بشكل سوري في صنعاء، وكذلك ما حصل من انقسامات داخل القوى المناهضة للانقلاب تحت إطار الشرعية كما رأينا في الانقسامات التي حصلت التي شهدت فيما بعد ميلاد المجلس الانتقالي في الجنوب. لكن على كل الأحوال لم يتبادر أو لم يخرج من جريفيث أي تصريح خارج إطار المرجعيات الثلاث حتى هذه اللحظة، بمعنى أنه في لقاءاته ويؤكد على وجود المرجعيات. من الصعب أن يتخطى جريفيث أن يتخطى القرارات الدولية الصادرة التي تنص على المبادرة الخليجية وعلى مخرجات الحوار الوطني، و يعني كلها تعد مرجعيات ثلاث للحوار والحل السياسي في اليمن. وعفوا مستر جريفيث أكد على ذلك في أكثر من مرة في أكثر من لقاء بأنه يسير وفقا للمرجعيات الدولية، ومن غير المعقول أن يتخطى للمرة الثالثة أن يتخطى جريفيث القرار الدولي الأخير 22/16 إلا في حالة واحدة، إلى ما أريد للقاءة القادمة أن تكون متحررة إلى حد ما من هذه المرجعيات، في حالة أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا وفقا لإحاطات وإطلاع مستر جريفيث لمجلس الأمن خلال المرحلة القادمة. هنا يمكن إذا ما صدر قرار جديد يعني يأخذ بالاعتبار المتغيرات الجديدة،
يمكن أن نقول بأنه لن يكون هناك مرجعيات ثلاث، لكن حتى هذه اللحظة هذه المرجعيات الثلاث لا تعد اشتراطات كما تفضل الزميل بالأزرق، وإنما هي مرجعيات الحوار والاشتراطات التي يمكن أن تكون هي الاشتراطات التي يمكن أن يعلل بها طرف أو آخر أو يفسر بها طرف أو آخر موقفا أو آخر للحضور لمائدة التفاوض. أما الحديث عن المبادرة الخليجية والحوار الوطني ومخرجاته والقرارات الدولية فهذه ليست اشتراطات وإنما هي مرجعيات معترف بها وطنيا داخليا على الأغلب وكذلك عربيا ودوليا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور محمد، أعود بعودة أخيرة للأستاذ فتحي. أستاذ فتحي، يعني هل يمثل تواجد المجلس الانتقالي بنوع بهكذا نوع من النقاشات مع أطراف سياسية أخرى يمنية مؤيدة للحكومة الشرعية نوع من التغير أو ربما تغير التعامل الأممي وتعامل الأطراف مع هذا المجلس على الرغم من كل ما حدث خلال الفترة الماضية؟ القضية ليست قضية أن المجتمع الدولي تغير خطابه السياسي تجاه المجلس الانتقالي أو غيره من المكونات السياسية الجنوبية، لا، المجتمع الدولي يتحدث إلى أكاديميين أو سياسيين، وشاءت الصدفة أن أختار المجتمع الدولي المنظمات الدولية مجموعة من الأشخاص المنتمين للمجلس الانتقالي. القضية ليست قضية المجلس الانتقالي لكنها قضية شعب الجنوب أو قضية الجنوبيين بشكل عام، يعني نفس المطلب أو ربما نفس الحديث ممكن يتحدث فيه أي شخص من الحراك الجنوبي أو الهيئات الوطنية الأخرى. القضية ليست قضية أنه اختير مكون سياسي بعينه أو شيء، لا، هناك قضية سياسية يتحدث بها المجلس الانتقالي، يتحدث بها الحراك، ويتحدث بها المقاومة الجنوبية، وتتحدث بها مؤتمر القاهرة الجنوبي وأطراف سياسية جنوبية، وبالتالي فليست القضية أنه المجلس الانتقالي بحد ذاته هناك تغير أو لا، هناك قضية جنوبية والعالم يريد أن يسمع هذه القضية الأكثر. شكرك أستاذ فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك دكتور محمد، يعني هل يمكن الحديث على أنه إذا ما كانت هذه اللقاءات مقدمة لمفاوضات سياسية برعاية أممية بطبيعة الحال وغالبا ستكون بمرجعيات التي دوما ما يؤكد عليها مارتن جريفيث، هذا يعني أننا سنشاهد ممثلين للمجلس الانتقالي وكذلك مؤتمر حضرموت الجامع بداخل هذه المفاوضات خارج أم بالاتفاق مع الشرعية؟ أنا أعتقد أن ما هو أهم هكذا يبدو لي بالنسبة لجريفيث، ما هو مهم هو أن تكون هذه المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية وفقا للقرارات الدولية في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يمثلها مارتن جريفيث، ولكن الحضور هنا هذا لا يعني الإخلال بهذه المرجعيات. يرى جريفيث أن الحضور ونوعيات الحضور والمكونات السياسية التي يمكن أن تحضر، رؤية جريفيث أنها لن تؤثر على هذه المرجعيات، بينما كان ولد الشيخ يحصر الحضور في معسكرين، يبدو أن جريفيث أراد أن يوسع دائرة الحضور لتشمل المجلس الانتقالي وربما مجاميع تمثل الحراك الجنوبي، وربما يكون هناك أيضا للمرأة ولبعض التنظيمات السياسية الأخرى، حزب علي عبد الله الصالح ربما يحضر منفصلا عن الحوثيين أو على الأقل الجناح الموجود في الخارج قد يمثل على يعني أو يكون له للمؤتمر وفدان، وفد من الداخل وفد من الخارج وهكذا لا ندري. لكن الشيء الذي يبدو مؤكدا أن جريفيث ليس لديه خطوط حمر فيما يخص من يدعى إلى مائدة المفاوضات، وإنما هو ينطلق كما يؤكد من منطلق أن جميع المدعوين إلى هذه المائدة ينبغي أن يحضروا وفقا للمرجعيات الثلاث التي فرغ منها وليست اشتراطات محددة. هذا أمر مفهوم، هذا الأمر مفهوم دكتور محمد، لكن سؤالي يتعلق فيما إذا يعني خلال المفاوضات التي شهدناها كان هناك وفدين، وفد الحكومة الشرعية ووفد الممثل على الإنقلابيين، الآن هل ما نراه في هذه الاجتماعات يوحي أو يقول على أن المفاوضات القادمة ستكون بصيغة أخرى وبشكل آخر؟ يمكن أن نفهم من خلال اللقاءات الموسعة التي يجريها مستر جريفيث مع مختلف الأطراف السياسية في اليمن أنه على عكس ولد الشيخ يريد أن
يستمع إلى الجميع من أجل أن يضمن ملاحظات الجميع في مقاربة معينة يمكن أن يعرضها على المتحاورين عندما يلتئم الحوار. بينما كان ولد الشيخ يريد أن يأتي للحل أو يتم التوصل للحل على المائدة من قبل الأطراف اليمنية المختلفة. إذن الفرق بين الرؤيتين أن مستر جريفيث يريد أن يأتي بحل من الأمم المتحدة باسم الأمم المتحدة مستوحى من لقاءاته التي يجريها على انفراد مع كل فريق سياسي على حدة. بينما ولد الشيخ كان يريد أن ينبثق هذا الحل من اليمين أنفسهم وعلى مائدة الحوار. مستر جريفيث يريد أن يأتي بالحل من الأمم المتحدة ليعرضه على المتفاوضين في مائدة الحوار. وكانه نوع من الفرض مثلا على لرؤية معينة؟ هو ليس نوعا من الفرض بقدر ما هو نوع من إعطاء مصداقية أو دعم للرؤية التي يمكن أن يأتي بها، وهو لن يصوغها إلا بموجب ما يسمع من الأطراف السياسية المختلفة. ففي المحصلة الرؤيتان لا تختلفان جوهريا، لأن مستر جريفيث يريد أن يأخذ من اليمنيين رؤيتهم للحل، يصوغه في رؤية محددة يعرضها على مجلس الأمن ربما، ثم يأتي بها بشكل رسمي من مجلس الأمن ليعرضها على الأطراف لتتفاوض حولها في مائدة الحوار. أشكرك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل محمد عبد المغني وجميع الأفراد في الطاقم الفني. إلى اللقاء.